صباح الخير، هنتكلم النهاردة عن اللهجة المصرية، ازاي نقدر نستخدمها في حياتنا اليومية بطريقة سلسة، وازاي نقدر نتعامل بيها مع اي حد عربي نقابله في اي حتة سواء فهمنا لهجته او ما فهمناش. وده طبعا كان بتأثير ان اللهجة المصرية منتشرة جدا في الدول العربية، فالناس اغلبية الثقافة المصرية كانوا بيتعاملوا مع الافلام المصرية، الاغاني، الموظفين المصريين كانوا منتشرين في كل حتة وكانوا بيعلموا ناس كتير، والثقافة المصرية فهتلاقوا ناس كتير قوي بتفهمكم، وحتى هتلاقيهم بيتكلموا معاكوا بنفس الطريقة لو انت حاولت انك تتكلم مصري. النهاردة نتكلم عن الأفعال في الدرس الرابع. هناخد الأفعال النهاردة في كل الأزمنة، في الأمر، في المضارع، في الماضي، في المستقبل. يلا بينا. أول فعل معانا هو فعل إيد. لو أنا هعمل دلوقتي أو عايز أمر حد إن هو يعمل حاجة دلوقتي هقول له كل كل. لو أنا بعمل حاجة دلوقتي هقول باكل باكل. لو أنا خلصت خلاص هقول أكلت أكلت. لو لسه هعمل الحاجة وما عملتهاش هقول هاكل هاكل. هندخل للفعل اللي بعده، هو فعل سي. سي نقدر نقوله بطريقتين. الطريقة الأولى هنقول في صيغة الأمر هنقول بص بص. لو عايز أتكلم عن المضارع هقول ببص ببص. عايز أتكلم عن الماضي هقول بسيط بسيط. عايز أتكلم عن المستقبل هقول هبص هبص. الطريقة التانية هنقوله سي برضو بس بإيه، بكلمة تانية، هنقول في صيغة الأمر شوف شوف، في المضارع بشوف بشوف، في الماضي شفت شفت، في المستقبل هشوف هشوف. الفعل اللي بعده هو فعل دو. في صيغة الأمر هيبقى اعمل اعمل. المضارع بعمل بعمل. الماضي عملت عملت. المستقبل هيبقى هعمل هعمل. الفعل اللي بعده فعل نيم، او بالاصح نيمين، يعني ان انا هسمي الحاجة. يعني الفعل الاولاني هيبقى لو الامر هيبقى سمي سمي. الفعل المضارع هيبقى بسمي بسمي. الفعل الماضي هيبقى سميت سميت. الفعل المستقبل هيبقى هسمي هسمي. ما تلخبطوش نفسكم، لان اغلبيه الافعال المصريه ممكن تيجي بالطريقه الافعال العاديه الانجليزيه او بيبقى ليها معنى تاني، فانت ما تلخبطش نفسك، حاول على قد ما تقدر تستوعب من الجمله هو قصده ايه وهتلاقي نفسك فهمته. الفعل اللي بعده رايت. صيغه الامر هتبقى اكتب اكتب. في المضارع هيبقى بكتب بكتب. في الماضي هيبقى كتبت كتبت. في المستقبل هيبقى هكتب هكتب. الفعل اللي بعده هو فعل ريد. في صيغة الأمر هقول اقرأ اقرأ. لو في المضارع هيبقى بقرأ بقرأ. لو في الماضي هيبقى قريت قريت. لو في المستقبل هيبقى هقرا هقرا. ونخلي بالنا من حاجة، ان القاف، حرف القاف اللي هو عليه نقطتين من فوق ديت شبه الف، ده ما بنقولوش قاف. هي اللغة العربية بنقول عليه قاف، في اللهجة المصرية هنقول ا ا كأنك بتنطق همزة. يبقى اقرا بقرا قريت هقرا. الفعل اللي بعده هو فعل working. فعل الأمر هيبقى اشتغل اشتغل. فعل المضارع هيبقى بشتغل بشتغل. فعل الماضي هيبقى اشتغلت اشتغلت. فعل المستقبل هيبقى هشتغل هشتغل. وساعات طبعا بتيجي بمعنى برضو اعمل اعمل او بعمل او عملت او
أو هعمل. الفعل اللي بعده هيبقى sing. sing في صيغة الأمر هيبقى غني. غني في المضارع هيبقى بغني. بغني في الماضي هيبقى غنيت. غنيت في المستقبل هيبقى هغني. هغني. الفعل اللي بعده فعل run. في صيغة الأمر هيبقى اجري. اجري المضارع بجري. بجري في الماضي جريت. جريت في المستقبل هجري. هجري. الفعل اللي بعده هيبقى فعل walk. في صيغة الأمر هيبقى امشي. امشي في المضارع بمشي. بمشي في الماضي مشيت. مشيت في المستقبل همشي. همشي. الفعل اللي بعده فعل play. في الأمر هيبقى العب. العب في المضارع بيبقى بلعب. بلعب في الماضي هيبقى لعبت. لعبت في المستقبل هيبقى هلعب. هلعب. الفعل اللي بعده drive. في الأمر هيبقى سوق. سوق المضارع بسوق. بسوق الماضي سقت. سقت المستقبل هسوق. هسوق. الفعل اللي بعده fly. في الأمر هيبقى طير. طير المضارع هيبقى بطير. بطير في الماضي هيبقى طرت. طرت في المستقبل هيبقى هطير. هطير. هرجع وأقول الأفعال المصرية ممكن يكون ليها أكتر من معنى. ممكن كلمة هطير ديت تتقال لإما إن أنا فعلا فلاي في السماء، لإما إن أنا همشي من مكان. أوكي، هنعمل حلقة تانية عن إزاي الأفعال ديت وممكن يكون ليها معاني تانية. الفعل اللي بعده هو swim. swim في صيغة الأمر هيبقى عوم. عوم في صيغة المضارع هيبقى بعوم. بعوم في صيغة الماضي هيبقى عمت. عمت في صيغة المستقبل هيبقى هعوم. هعوم. الفعل اللي بعده فعل draw. صيغة الأمر هيبقى ارسم. ارسم المضارع برسم. برسم الماضي رسمت. رسمت المستقبل هيبقى هرسم. هرسم. الفعل اللي بعده هيبقى go. go ممكن يجي بطريقتين، اما الاول هيبقى فعل الامر هيبقى امشي. امشي المضارع بمشي. بمشي الماضي مشيت. مشيت المستقبل همشي. همشي او بطريقة تانية هيبقى فعل الامر هيبقى روح. روح المضارع هيبقى بروح. بروح الفعل الماضي هيبقى رحت. رحت الفعل المستقبل هيبقى هروح. هروح الفعل اللي بعده هيبقى كم. صيغة الأمر هتبقى تعالى. تعالى في اختلاف بينه بين بقية الأزمنة. لما نيجي نتكلم عن زمن المضارع هنقول باجي. باجي الماضي هيبقى جيت. جيت المستقبل هيبقى هاجي. هاجي الفعل اللي بعده هيبقى ليف. صيغة الأمر هيبقى عيش. عيش المستقبل هيبقى هعيش. هعيش المضارع هيبقى بعيش. بعيش الماضي هيبقى عشت. عشت الفعل اللي بعده فعل بي اللي هو إز أو آر. هيبقى عندنا أول حاجة برضو هيتقال بطريقتين. الطريقة الأولى صيغة الأمر هيبقى في اطلع. اطلع المضارع بطلع. بطلع الماضي طلعت. طلعت
المستقبل هطلع هطلع. الطريقة التانية هنقول صيغة الأمر هيبقى كون كون، المضارع بكون بكون، الماضي كنت كنت، المستقبل هكون هكون. الفعل اللي بعده فعل love، في صيغة الأمر هيبقى حب حب، المضارع بحب بحب، الماضي حبيت حبيت، المستقبل هحب هحب. الفعل اللي بعده فعل have، have تقريبا مش هنعرف نقوله بالأزمنة كلها، فهو تقدر تفهمه ان هو كلمة بطريقتين بيتقال، لإما بيتقال عندي عندي أو بتاعتي بتاعتي. الفعل اللي بعده فعل hate، بصيغة الأمر هيبقى اكره اكره، بصيغة المضارع هيبقى بكره بكره، الماضي كرهت كرهت، المستقبل هكره هكره. الفعل اللي بعده فعل dream dream، في الأمر هيبقى احلم احلم، المضارع بحلم بحلم، الماضي حلمت حلمت، المستقبل هحلم هحلم هحلم. الفعل اللي بعده هيبقى فعل want، في صيغة الأمر هيبقى عوز عوز، في صيغة المضارع هيبقى عايز عايز، في صيغة الماضي هيبقى عوزت عوزت، في صيغة المستقبل هيبقى هعوز هعوز. الفعل اللي بعده فعل visit visit، صيغة الأمر هتبقى زور زور، المضارع بزور بزور، الماضي زرت زرت، المستقبل هزور هزور. الفعل اللي بعده فعل like، فعل الأمر عجبك عجبك، فعل المضارع هيبقى بتعجبني بتعجبني، الماضي عجبتني عجبتني، المستقبل هتعجبني. طبعا احنا بنحاول نجيب الافعال المصرية بطريقة كده يعني سهلة، حاولوا تحفظوها زي ما هي وان شاء الله تبقى حاجة كويسة، وان شاء الله تقدروا تستخدموها وتفهموها في اي مسلسل او اي فيلم او اي اغنية تسمعوها.